and the prep students it's my pleasure to welcome you all to a new lesson of english which is entitled coming home lesson 3 let's start our lesson vocabulary the first one is life but tell and life life yani yani the state of being alive in yet aish tayrukidan chuf gema haie lives يبقى جمع حياة، جمع كلمة life is lives، village ومعناها قرية. A group of houses, stores and other buildings which is smaller than a town. يعني إيه قرية؟ مجموعة من البيوت والمحلات والمباني الأخرى، بس في مجملها كلها هي أصغر من تاون أصغر من المدينة. share to have or use something at the same time as someone else yani يعني yani يعني مثلا i share my toys with my brother ده معناه ايه؟ معناه اني بلعب باللعبه في نفس الوقت اللي بيلعب بيها اخويا معايا يبقى شار هنا معناها ايه؟ يتشارك طب انا كمان بستخدم كلمه شار دي فين؟ اون ذا فيسبوك بستخدمها كمان وانا على الفيسبوك بعمل حاجه اسمها شير بوست يعني بشارك الكلام اللي عندي with my friends on the facebook tap tap معناها حنفيه a by which a flow of liquid or gas from a pipe or container can be controlled. يعني إيه؟ أنا دلوقتي البايب دي الأنبوبة دي بيبقى جواها liquid أي نوع من أنواع السوائل أو جاز بيبقى ليها اندفاع معين فأنا بحط هنا كده حاجة اسمها تاب الحنفية دي عشان أقدر أتحكم في اندفاع السائل أو الغاز تقدر هنا تنزلي بالكمية اللي أنا عايزها this is tab. feed يطعم give food to يعني ايه الفرق عندي بين feed and eat feed هنا انا بقدم الاكل لحد ما يقدرش ياكل مع نفسه زي مين like animals or babies ان انا eat I can eat by myself انا اقدر اكل مع نفسي watermelon معناها بطيخ a large round or oval shaped fruit with dark green skin outside, sweet red inside, and a lot of black seeds بدأ هنا يوصف البطيخ، بيقول إن شكلها إما دائري أو بيضاوي وحجمها كبير طيب تمام شكلها عامل ازاي؟ من بره لونها أخضر ومن جوه لونها أحمر وطعمها حلو وجواها كمان بذور لونها أسود. knife، سكينة. And an instrument composed of a blade fixed into a handle used for cutting or as a weapon. يبقى بيتكلم عندي هنا عن أداة متكونة من إيه؟ أولًا كده شفرة. blade يعني سم حامي، حاجة حامية كده blade fixed into a handle. يعني إيه handle؟ يعني زي ايد السكينه حاجه ينفع امسكها بيها طب بستخدمها بايه بستخدمها فور cutting يا اما لقطع الشيء او كسلاح طب تعالوا نقراها تاني مع بعض قلنا نايف كي followed باي ان كي جي بعدها ان اي كي بيجي بعدها ان كي silent طب لايك وات لايك ني اللي هي الركبه لايك ناك إن هو يخبط على الباب. يبقى إحنا هنا عرفنا إن أي كي بعدها إن كي is silent. odd one out odd one out ده نشاط بيعمل إيه؟ بيجيب المختلف عن المجموعة، يعني شكل كلهم شبه بعض وواحد بس اللي بره، فبقول له odd one out. a person or thing differing from all other members of a particular group or set in some way. يعني مثلا دلوقتي سيركل سيركل سكوير اند سيركل اود ون اوت فهنا انا هعمل ايه هعمل سيركل هنا او هشيل عندي السكوير ليه لان دول كلهم ست كلهم مجموعه واحده بشكل واحد مين المختلف عندي سكوير رول تبادل الادوار to pretend to be someone else especially as part of learning a new skill. يعني مثلا دلوقتي هقول له role play between you and your friend shopkeeper and أحمد. فأنا هنا مرة هعمل كأني shopkeeper وهسأل what do you want to buy؟ ومرة تانية هعمل نفسي أحمد وأقول له I want to buy a new trousers. فده اسمه رول بلاي borrow معناها يستعير take and use something belonging to someone else with the intention of returning it يبقى أنا أخدت حاجة من حد واستعملتها بنية إن أنا هرجعها حاله بعد ما أخلص. دي اسمها borrow. Can you say the opposite of borrow؟ إيه عكس كلمة borrow؟ انا كده بستعير حاجه من حد طب لو انا اديت حاجه لحد عشان يستعملها اسمها لند Now it's time to exercise complete the sentences ابدا اكمل الجمل feed share tap typical and village on a space day Reem gets up goes to school and then helps her mother in her shop أنا كده بحكي عن تفاصيل يوم ريم. يوم تقليدي بيتكرر في حياتها، بتصحى الصبح تروح المدرسة وبعد ما ترجع تساعد مامتها في المحل. يبقى on a typical day. Number two، حسن forgot to bring any food for the picnic. حسن نسي يجيب معاه أكل، but he can share our food. ممكن يتقاسم الأكل معانا. I live in a series. But my grandparents live in a small in the country بيقول هنا انا بعيش في مدينه بس جدي وجدتي عايشين in a small what in a small village in the country طب هنقف هنا عند the country و a country and the countryside A country هنا A country معناها دولة The country or the countryside معناها الضاحية يعني المكان اللي هو فيه القرى البعيد عن المدينة The farmer doesn't need to his goats in the summer as they can find their own food in the mountains اتفقنا هنا مع الحيوانات والأطفال الصغيرين with animals and babies أنا بستخدم eat or feed feed يبقى the farmer doesn't need to feed his goats in the summer يبقى هنا المزارع ما بيحتاجش ان هو يطعم المعيز ده ما بيحتاجش انه يحط لهم اكل في الصيف ليه عشان هما بيقدروا يلاقوا الاكل بتاعهم فين في الجبال my uncle has a in his garden and he uses it to water his plants every evening my uncle has a tap in his garden and he uses it to water his plants every evening عمي عنده حنفية في الجاردن بتاعته في الحديقة بتاعته وبيستعملها to water هنا water جاية as a verb معناها يروي بيروي النباتات بتاعته كل مساء reading my best friend's family هنا كمان بتكلم عن عائلة أفضل صديق ليها my name's Shahana I am from India I live in a village with my parents my brother and my sister هنا بتبدا تعرف نفسها وبتقول ان اسمها شهانة وهي من الهند هي بتعيش في قرية مع والديها واخوها واختها I share a room with my sister فاكرين شير لما قلنا شير معناها يتقاسم يبقى هي بتنام في نفس الأوضة مع أختها We all get up early كلنا بنصحى الصبح بدري There is an outside tap at the end of the street Where we live بتقول إن في حنفية في آخر الشارع اللي هم ساكنين فيه My mom gets water from the tap every morning ماما بتجيب المية من الحنفية دي كل يوم الصبح Then we all have breakfast وبعدين كلنا بنفطر We have bread with a cup of tea الفطار ده عبارة عن إيه؟ خبز وكوباية شاي My dad works in a shop. بابا بيشتغل في محل. I have two jobs to do when I get home from school. يبقى هي بتروح المدرسة وبترجع بيبقى عندها حاجتين تعملهم في البيت. I feed the chicken بتطعم الفراخ اللي عندها. Then I help my mom make dinner. وبعدين بتساعد مامتها في عمل الغداء. After dinner I do my homework. بعد الغداء بتبدا تعمل الواجب بتاعها sometimes i help my brother and sister to do their homework too واحيانا بتساعد اختها واخوها في عمل الواجب بتاعهم then i go to bed وبعدين بتبدا تنام يبقى هنا هي بتتكلم عن حاجه اسمها typical day يعني ايه typical day يعني زي ديلي روتين ده اليوم اللي بيتكرر عندها بتصحى الصبح بدري بتروح المدرسه بترجع من المدرسه مامتها هتكون جابت الميه ويفطروا ويعني اليوم بتاعها ماشي ازاي بالظبط. This is typical day طب احنا اتفقنا typical day او daily روتين بتكلم عنهم بايه؟ بزمن اسمه present sample يعني المضارع البسيط. Read the article again and choose the correct answers. هنرجع تاني كده نقرا الارتكال دي يعني المقالة مرة تانية وابدأ جاوب على الأسئلة. There are five or four people in Shahana's family. بيسأل هنا عن عدد الأفراد في أسرة شهانة. There are five or four people. Try to remember. That's right. There are five people. Shahana, her mother, her father, her brother, and her sister. Shahana lives or doesn't live in the city. Shahana, عايشة في المدينة ولا لا؟ نخب بنا هنا اللفظ لأن إحنا بنتكلم في present simple. The verb هنا مع singular subject ends with s. طب لو أنا عايز أعمله negative or negative. بعمل doesn't واجيب الverb in the infinitive form طب احنا هنا In the article, شهانا كانت lives or doesn't live in the city. شهانا doesn't live in the city. She lives in a village. The family has or doesn't have water in the house. إحنا اتفقنا شهانا's mom get up early to get water from the tap at the end of the street. تصح الصبح تجيب المية من الحنفية في آخر الشارع. So the family doesn't have water in the house. شهانا has. or doesn't have breakfast with her family. شهانة بتقدر تفطر ولا ما بتلاقيش وقت تفطر مع أهلها. Has breakfast with her family. Do you remember what was her breakfast? حد فاكر فطارها كان عبارة عن إيه؟ That's right. A bread and a cup of tea. She helps her mother feed the chickens or make dinner. طب ما هي كانت بتعمل الاتنين. هي كانت فعلا feed the chickens and make dinner. بس احنا هنا بنتكلم she helps her mother بتساعد مامتها to make dinner. answer the questions انا هنا عندي سؤال وعايزه اجاوب عليه. what is Shahana's morning routine؟ بتكلم هنا يوم شهانة او الروتين بتاعها الصباحي عامل ازاي؟ she gets up early and has breakfast بتصحى بدري وبتاخد فطار بتاعها. what jobs does she do in the house? ايه الوظيفة او العمل المطلوب منها في البيت she feeds the chickens and helps her mom make dinner ليها وظيفتين بتطعم الفراخ وبتساعد مامتها في عمل الغداء when does she do her homework بتعمل واجب المدرسة امتى شي does it after dinner بتبدأ عمل الواجب بعد الغداء نمبر four Who does she sometimes help to do the homework؟ هنا هو قلنا ask about person يبقى هنا هو بتسأل عن الشخص. فهنا بقول هي بتساعد مين في عمل ال homework؟ She sometimes helps her brother and sister to do their homework. بتساعد أختها وأخوها في عمل الواجب. read the conversation and answer the questions. هنا بيقول لي إقرأ المحادثة وجاوب على الأسئلة. يونس جراندما هاف يو جوت ا ورم ميلون لها جدتي هو انت عندك بطيخ جراندما يس اي هاف اتس اون ذا تيبل قالت له ايوه عندي دي على الترابيزه يونس كان اي هاف سام بليز اي لايك ووتر ميلون قال لها ممكن اخد منها انا بحب البطيخ جراندما يس اوف كورس وي نيد ا نايف تو كات ات قالت له اه طبعا بس احنا محتاجين سكينة عشان نقطعها يونس shall I help you to cut it تحبي اساعدك انك تقطعيها grandma thank you يونس but be careful with the knife قالت له شكرا ليك بس كن حذرا في استخدام الايه السكينة فاكرين لما قلنا knife k and n is n knife underline the three questions هنا هرجع تاني اقرا المحادثه واعمل اندرلاين لثلاث اسئله فيها which question asks for something بطلب حاجه زي ما قالها يونس can i have some please ممكن اخد بعض من البطيخ يبقى هنا ask for something number two suggests doing something بقترح اني اعمل شيء shall i help you to cut it بقترح هنا عليها إني أساعدها في تقطيع البطيخ. Asks what grandma has بسأل هنا جدتي عندها إيه؟ Grandma have you got a watermelon؟ يقول لها جدتي هل عندك بطيخ؟ language match to make questions هنا بيقول لي وصل عشان تكون سؤال. has your father what have you got? Shall I help you? Can I have? Shall we go to? In your bag. A glass of water, please. The beach tomorrow. Got to a computer? Carry your books. Has your father got a computer? هنا بسأل عن ملكية ولدك computer Has <laughs> got. Has got. What have you got? What have you got in your bag? هنا بقول له معاك إيه في الشنطة بتاعتك؟ Shall I help you carry your books? هنا أنا بقدم له مساعدة بقول له تحب أساعدك وأشيل معاك الكتب بتاعتك؟ And number four Can I have a glass of water please? ممكن تديني كوباية مية بعد إذنك؟ And the last one Shall we go to the beach tomorrow؟ هو إحنا هنروح الشاطئ بكرة؟ Choose the correct word. علي، this is a nice restaurant. Shall or do we eat here حسن؟ هو هنا بيقدم اقتراح لحسن، بيقول له إن ده مطعم كويس جدا. فإيه رأيك ناكل فيه؟ تبقى shall we eat here or do we eat here حسن؟ Shall we eat here حسن؟ حسن، yes، that's a good idea. waiter good evening where would you like to sit؟ يبقى حسن هنا قال له أيوه دي فكرة حلوة جدا الويتر بقى قال له good evening مساء الخير تحبوا تقعدوا فين؟ علي can or do we sit next to the window هنا بيقول له ممكن نقعد جنب الشباك؟ يبقى can we sit next to the window or do we sit Next to the window؟ Can Can we sit next to the window؟ ممكن نقعد جنب الشباك؟ Waiter، Of course. What would you like to eat؟ قال له طبعاً. تحب تاكل إيه؟ What would you like to eat؟ حسن، have you got or you have any fish today؟ أنا هنا عايزة أعمل سؤال. يبقى have you got Or you have any fish today? Have you got any fish today? عندكوا سمك النهاردة؟ Waiter, yes. We have got fish or chicken with rice. قال له أيوة إحنا عندنا سمك أو فراخ ورز. Would like fish with rice, please. علي قال له لو سمحت إحنا عايزين سمك ورز. Waiter, do or shall? I bring you some water يبقى هنا waiter بيقول له ايه do or shall I bring you some water تحب اجيب لك ميه هيبقى do I bring you or shall I bring you shall I bring you some water ليه لان دي حاجه اسمها suggest يعني بقدم اقتراح بقترح عليه بقول له تحب اجيب لك ميه حسن thank you شكرا now we have come to the end of this lesson Goodbye everybody and we will soon meet again to start a new lesson وبكده أعزائي الطلاب نكون وصلنا لنهاية هذا الدرس وإلى لقاء قريب مع درس جديد